نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم مشاهدينا. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جانبا من الاختبارات التي تعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية. وأكد الرئيس السيسي حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة علميا وفنيا وشخصيا. وعلى صعيد آخر، التقى الرئيس السيسي خلال زيارته للكلية الحربية مع عدد من كبار مربي الخيول العربية المصرية وعدد من طلبة دورة الفروسية رقم 1 بالأكاديمية العسكرية المصرية، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية تنمية رياضة الفروسية التي تصقل العديد من الصفات الطيبة بما ينعكس إيجابا على شخصية النشء وحياتهم العملية مستقبلا. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جانبا من الاختبارات التي تعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ومسؤولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وقد تابع السيد الرئيس عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية كافة البيانات الخاصة بالمتقدمين وما حققوه من نتائج أثناء تأديتهم مراحل الاختبارات المختلفة حتى وصولهم إلى مرحلة الاختبار النهائي. وفي ذلك السياق، أكد السيد الرئيس حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة علميا وفنيا وشخصيا، وذلك بعد اجتيازهم لفترة تدريب شاملة ومتكاملة وفقا لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل الفني والشخصي التي تتناسب مع طبيعة عملهم وتؤهلهم لأداء مهامهم وتحمل مسؤولياتهم بكفاءة في إطار جهود الدولة لتحديث الجهاز الإداري بالتركيز على تطوير العنصر البشري والاهتمام بالإنسان والعمل على تحقيق تحسن ملموس في مستوى تقديم الخدمات العامة للمواطنين. وعلى صعيد آخر، التقى السيد الرئيس خلال زيارته للكلية الحربية بعدد من كبار مربي الخيول العربية المصرية وعدد من طلبة دورة الفروسية رقم 1 بالأكاديمية العسكرية المصرية، حيث أكد سيادته أهمية تنمية رياضة الفروسية التي تصقل العديد من الصفات الطيبة بما ينعكس إيجابا على شخصية النشء وحياتهم العملية مستقبلا. يعقد الحوار الوطني اليوم جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكانت الصفحة الرسمية للحوار الوطني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قد دعت المواطنين للمشاركة في المناقشة حول مشروع القانون وتبادل الآراء حول بنوده المختلفة عبر استبيان قامت بنشره، وذلك تمهيدا للجلسة الخاصة بمناقشة مشروع القانون، لافتة إلى أهمية قضية التعليم والتي تمس كل بيت مصري.
أكد المنسق العام للحوار الوطني دكتور ضياء رشوان على أهمية صدور قانون حرية تداول المعلومات، وأوضح رشوان في تصريحات لإكسترا نيوز أن صدور ذلك القانون هو لحماية المواطنين من أي معلومة مغلوطة. الدستور واضح وألزم في الدستور كل جهات الدولة وكل الجهات العامة بأن تقدم المعلومات للمواطن بشكل عام وللصحف والإعلام بشكل خاص، دي مادة دستورية، وإنه يصدر قانون لتنظيم حرية تداول المعلومات. القانون شوف ما قالش، الدستور ما قالش تداول المعلومات، حرية تداول المعلومات، لأن النص الدستوري ملزم. إحنا من سنة 14 لغاية النهاردة هذا القانون لم يصدر، وده بالرغم من حسب ما هو معروف لدى البعض يعني إنه وأنا منهم إنه في مشروعات جاهزة عند بعض القوى السياسية والحزبية وبعض السادة النواب. طيب القانون ده أهميته في إيه؟ أولا بالنسبة للمواطن، هذا البلد ليس ملكا لأحد، هو ملك للمواطن، والمواطن دلوقتي في العصر ده يمكن من 50 سنة كانت المعلومة أقل أهمية، النهاردة المعلومة هي الأول في الأهمية، والمواطن عشان هو يعرف بلده ومصلحته من اول القريه للحي لاعلى مستوى ماشيه ازاي لازم يبقى عنده معلومه، مش بس عشان حقه، عشان احميه من اي معلومه مغلوطه. صحيح. لو انا ما قلتلوش المعلومه الحقيقيه وتركت منطقه مظلمه هيترك للمعلومه، اي شيء هيوصله يقول ده صحيح، طالما انه المصدر الرئيسي للمعلومه غائب. ده من العيوب الجوهريه اللي ممكن تقع فيها اي دوله، ان تترك في عصر الاتصالات، في عصر فيه في مصر على الأقل 70-80 مليون حساب على التواصل الاجتماعي، أن نترك الناس بدون معلومات من جهات رسمية. استقبل حسن عبد الله محافظ البنك المركزي بمقر البنك وفدا من مجموعة بنك التنمية الأفريقي برئاسة فانسنت نيميهيل السكرتير العام للمجموعة، وذلك لتقديم الشكر على الاستضافة المتميزة للاجتماعات السنوية للمجموعة والتي عقدت بمدينة شرم الشيخ. أكد محافظ البنك المركزي أن الدولة المصرية تحرص دائما على تعزيز أطر التعاون مع كافة المؤسسات والدول الأفريقية الشقيقة بشكل خاص، لافتا إلى أهمية العمق الأفريقي لمصر على مدار التاريخ، وموضحا أن مصر تدعم جهود التنمية في كافة أنحاء أفريقيا. من جانبه أكد السكرتير العام لمجموعة بنك التنمية الأفريقي أن مصر من خلال استضافتها لهذه النسخة من الاجتماعات عززت سمعتها الرائدة بين دول المجموعة وقدمت نموذجا يحتذى به في التنظيم. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتورة هالة السعيد استعداد مصر لتقديم كل الدعم التقني للحكومة الفلسطينية، وخلال لقائها مع وزير الاقتصاد الفلسطيني لبحث سبل التعاون شددت وزيرة التخطيط على قوة العلاقات التي تجمع بين البلدين. استقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بدولة فلسطين، وذلك لبحث تعاون ثنائي بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة والربط الكهربائي بين البلدين. أكد وزير الكهرباء اهتمام مصر بالربط الكهربائي بينها وبين دول الجوار، تحقيقا للرؤية السياسية في أن تكون مصر مركزا محوريا لتبادل الطاقة. من جانبه أشاد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بدولة فلسطين بما تم في مصر من تطوير كبير في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة في فترة قصيرة. بحث وزير الزراعة السيد القصير مع نظيره الفلسطيني سبل تعزيز التعاون في المجالات الزراعية المختلفة بين البلدين. أكد وزير الزراعة أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم إلى دولة فلسطين. أضاف أن التعاون بين مصر وفلسطين يشمل المساعدة في تدريب الكوادر الفلسطينية وبناء القدرات والحجر الزراعي وتبادل السلع الزراعية وأيضا التصنيع الزراعي والخدمات البيطرية والاستزراع السمكي.
تتواصل جلسات ورشة العمل التصديقية لمنظمة الكوميسا، والمقرر استمرار فعاليتها حتى اليوم بمشاركة وفود من الدول الأعضاء بالمنظمة ومقدمي خدمة الملاحة الجوية وعدد من ممثلي سلطة الطيران المدني المصرية. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية الدائم على مد جسور التواصل لتحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل مع دول القارة الأفريقية، وتماشيا مع استراتيجية وزارة الطيران المدني القائمة على تعزيز التعاون وتوحيد الدور المشترك مع الأشقاء الأفارقة من أجل الوصول لأعلى معدلات النمو والتطوير في مجال النقل الجوي داخل القارة السمراء. أعلنت شركة إيفا فارما الانتهاء من بناء المصنع الجديد للأدوية البيولوجية بالتعاون مع شركة إيلاي ليلي العالمية، وسيبدأ المصنع في إنتاج الأنسولين خلال شهر، وذلك بقدرة إنتاجية تصل إلى 90 مليون قارورة و50 مليون حقنة من الأنسولين عالي الجودة لتلبية احتياجات ما لا يقل عن مليون شخص سنويا في أفريقيا. مصر وإفريقيا في يوليو المقبل على موعد مع قفزة نوعية في رحلة توسيع وصول الأنسولين لملايين الأشخاص. فهذا المصنع الجديد التابع لشركة إيفا فارما سيبدأ في التصنيع الفعلي للدفعة الأولى من الأنسولين بعد قرابة شهر بالتعاون مع شركة إيلاي ليلي التي توفر المادة الفعالة للأنسولين بسعر مخفض، كما تنقل التكنولوجيا التصنيعية بشكل مجاني. الحقيقة النهاردة احتفال كبير، لأن احنا هنكون بنعمل من مصر إنسولينات وأدوية بيولوجية مختلفة عشان مرضى السكر في أكثر من 56 دولة. 56 دولة حاليا وبيزيدوا. هنكون بنعمل إن شاء الله مستحضرات في شكل الفايل والكارتريج، في طاقة إنتاجية لأكثر من 90 مليون فايل، والحمد لله أكثر من 50 مليون كارتريج سنويا، أكثر من احتياج السوق المصري وأغلبية هذه الأسواق. إحنا اخترنا مصر وإيفا فارما لأن إحنا عندنا مبادرة أساسية بأن إحنا نتيح الدواء ل 30 مليون شخص مريض في الدول المتوسطة الدخل والدول الفقيرة اللي فيها ناس فقيرة الدخل. وإحنا كان لنا تعاون سابق مع شركة إيفا فارما، وإحنا نؤمن بقدرات شركة إيفا فارما وعارفين قدراتهم، عشان كده إحنا اخترنا شركة إيفا فارما واخترنا مصر. يتمتع المصنع الجديد بقدرة إنتاجية كبيرة تصل إلى 90 مليون قارورة و50 مليون حقنة من الأنسولين عالي الجودة لتلبية احتياجات ما لا يقل عن مليون شخص سنوياً في أفريقيا. طبعاً النهاردة هو يوم تاريخ مصر اللي احنا الحمد لله قدرنا نوصل لهذا الإنجاز بهذه السرعة. احنا نعمل مصنع للأدوية البيولوجية وعلى رأسها دواء إنسولين في مدة 5 شهور، وطبعاً احنا الدواء ده مهم جداً بالنسبة لنا يبقى له إتاحة عن طريق حاجة مصرية، طبعا لان احنا عرفنا من 100 مليون صحة ان المرض ده هو من اهم الامراض اللي بتشكل حاجة من الحاجات الاولويات للدولة المصرية. وهيئة الرعاية الصحية الفترة احنا شغالين فيها دي، طبعا احنا شغالين دلوقتي في 6 محافظات وبنشتغل بتركيز على الامراض المزمنة اللي منها مرض السكر، وطبعا احنا بناخد إدارة الدواء كله من أول الهيئة اللي انت شفتوها النهاردة موجودة، هيئة الدواء، هيئة الشراء الموحد، هيئة الرعاية الصحية. احنا بنشتغل كلنا مع بعض عشان نقدر نوفر الدواء بجودة عالية لكل مواطن في أي حتة موجود فيها في مصر. ووفقا للتقديرات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الدولي للسكري، يعاني ما يقرب من 24 مليون شخص في إفريقيا من مرض السكري، ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد.
قال حاكم منطقة بليغرود الحدودية في روسيا إن القوات الأوكرانية قصفت بلدة بالقرب من الحدود للمرة الثالثة في غضون أسبوع. أضاف حاكم بليغرود أن القصف أسفر عن إصابة 4 أشخاص وإلحاق أضرار ببنايات واشتعال مركبات، مضيفا أن شخصين نقل إلى المستشفى نتيجة القصف المدفعي الذي استهدف بلدة شيبيكينو. قال مسؤولون روس إن طائرة مسيرة أوكرانية أشعلت حريقاً بمصفات نفط في جنوب روسيا. من جانبه أوضح حاكم منطقة كراسنودار الروسية أن وحدة الإطفاء أخمدت الحريق الذي شب بمصفات أفيبسكي للنفط سريعاً، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات. أفادت السلطات الروسية بمقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين نتيجة لقصف أوكراني لقرية كاراباتي. يأتي هذا بينما تواصل القوات الأوكرانية استهداف وقصف المناطق المدنية والبنى التحتية بشكل يومي ومكثف لأراضي لوهانسك ودونيتسك. أثار الهجوم الأوكراني الأخير بالطائرات المسيرة على العاصمة موسكو ردد فعل غاضبة من جانب موسكو، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجمات بالعمل الإرهابي، مؤكدا أن بلاده تدرس خيارات الرد. المزيد في التقرير التالي. الطائرات المسيرة سلاح فعال بات يثبت حضوره بقوة في المواجهات بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بعد هجوم جديد على العاصمة الروسية. عقب الهجوم صارع الكرملين بتوجيه رسالة إلى سكان موسكو طمأنهم فيها بعدم وجود أي تهديد بحقهم، قائلا إن الهجوم بالمسيرات هو رد من كييف على الضربات الروسية الأخيرة في أوكرانيا، رغم أن الرئاسة الأوكرانية نفت مشاركة كييف بشكل مباشر في الهجوم. بدوره وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم بالمسيرات على موسكو بالعمل الإرهابي، كما أكد أن نظام الدفاع الجوي في موسكو يعمل بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن هدف تلك الهجمات هو ترهيب السكان. وشدد بوتين على أن القوات الروسية تهاجم البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا فقط، خلافاً لكييف التي تهاجم أهدافاً مدنية. من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا شنت أكبر هجوم بالطائرات المسيرة على موسكو، لكن الدفاعات الجوية دمرت جميع المسيرات 8 المستخدمة وتم إسقاطها جميعاً. جاء الهجوم بعد هجوم آخر بمسيرات روسية طال العاصمة الأوكرانية كييف، وأسفر عن سقوط قتيل على الأقل على ما قال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو. وفي بداية مايو تم إسقاط مسيرتين فوق مبنى الكرملين في موسكو في هجوم نسب إلى كييف. يعقد حلف الناتو اجتماعاً غير رسمي على مستوى وزراء الخارجية في أوسلو اليوم، ومن المقرر أن يترأس الاجتماع أمين عام الحلف يانس ستولتنبرغ. وقال ستولتنبرغ أن الاجتماع سيكون بمثابة فرصة مهمة للوزراء لمعالجة الوضع الأمني المتغير جذرياً بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أعلنت كوريا الشمالية عن تحطم صاروخ فضائي يحمل قمراً اصطناعياً للاستطلاع العسكري أطلقته في البحر بسبب خلل فني. أضافت إدارة الطيران الوطنية أنها ستجري تحقيقاً موسعاً في العيوب الخطيرة التي تم اكتشافها خلال إطلاق القمر، وستتخذ إجراءات علمية وتكنولوجية عاجلة للتغلب عليها، كما ستجري عملية إطلاق ثانية في أسرع وقت ممكن. أدان البيت الأبيض بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا قالت إنه فضائي لوضع أقمار اصطناعية في المدار، محذرا من أن هذه الخطوة تزيد التوترات. قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ في عملية تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية يهدد بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة وما بعدها، مشيرا إلى أن إطلاق هذا الصاروخ يستخدم تقنيات مرتبطة مباشرة بالبرنامج الكوري الشمالي للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
أعلنت كوريا الجنوبية أنها انتشلت أجزاء من حطام صاروخ أطلقته بيونغ يانغ لوضع قمر اصطناعي تجسسي في المدار، مشيرة إلى أن العملية فشلت وتحطم الصاروخ في البحر. ونشرت سول ظهر هيكل معدني اسطواني كبير بداخله بعض الأنابيب والأسلاك، مؤكدة أنه تم انتشار الحطام على بعد 200 كيلومتر قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية. أقر البرلمان الياباني مشروع قانون يسمح بتشغيل المفاعلات النووية في البلاد بعد عمرها الافتراضي الحالي البالغ 60 عاما، وذلك للمساعدة في خفض انبعاثات الكربون مع ضمان إمدادات طاقة وطنية كافية. وأوضحت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن القانون تم تمريره خلال الجلسة العامة لمجلس المستشارين في طوكيو، فيما سيقوم وزير الصناعة بمنح الموافقة على تمديد عمر المفاعلات النووية على أساس كل حالة على حدة. قال الجيش الأمريكي إن مقاتلة صينية نفذت مناورة عدوانية بالقرب من طائرة عسكرية أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي. أوضحت القيادة العسكرية الأمريكية أن الطائرة الصينية من طراز جي 16 نفذت المناورة الأسبوع الماضي، وأجبرت الطائرة RC-135 الأمريكية على التحليق في وضع اضطراب ناتج عن خلخلة الهواء. أدان الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات تصاعد أعمال العنف في شمال كوسوفو في الأيام القليلة الماضية. هذا وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن تصاعد أعمال العنف ضد المواطنين وقوات حفظ السلام التابعة للناتو شمال كوسوفو غير مقبولة على الإطلاق وتؤدي إلى وضع خطير للغاية. أضاف بوريل أن الاتحاد يقف بثبات وراء مهمة الناتو لتنفيذ تفويضها لصالح السلام والاستقرار في كوسوفو. قال أمين عام الناتو يانس ستولتنبرغ إن الحلف سينشر 700 جندي إضافي في كوسوفو بعد إصابة 30 جنديا من الحلف و52 محتجا في اشتباكات. وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي في أوسلو أنه سيتم نشر 700 جندي إضافي من قوة احتياطي العمليات في غرب البلقان، ووضع كتيبة إضافية من قوات الاحتياط في حالة تأهب قصوى ليتسنى نشرها إذا لزم الأمر. ومشاهدينا إلى هنا انتهت نشرتنا، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، وهذه تحياتي أنا مريم حسن، دمتم في رعاية الله.